تفاصيل اكتر هنعرفها من الطالب محمود مقاوي احد فريق موقع انرجي اللي معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير عليك يا محمود. صباح الخير على حضراتكم، صباح الخير على المشاهد المصري. يا اهلا بيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير تمام والله. يا رب دايما. الفكره حلوه قوي، بس انا عايز اعرف ليه اخترتوا هذه الفكره؟ والله احنا اخترنا الفكره خصوصا ان احنا في كليه الاعلام جامعه الازهر دايما بنختار الافكار الجديده اللي هي تكون خارج الصندوق. والافكار اللي هي تكون مواكبه لتطورات العصر. فاحنا حاولنا ان احنا نختار فكره تكون نربط فيها الفكره بتاع المشروع بتاعنا بالمشروعات القوميه. خصوصا مجال الطاقه من اهم المجالات تمام اللي بتسعى الدوله الى تطوير هذا القطاع تمام، والعمل عليه بشكل مستمر تمام لتطويره والاستفاده منه باكبر قدر. طيب انتوا كام حد في مشروع التخرج ده يا محمود؟ والله هو احنا الجروب بتاعنا مكون من 10 افراد تمام. كل فرد داخل الجروب له دور معين. ايه بقى ايه دور كل واحد فيكم؟ يعني عايزاك تحكي لي. تمام حضرتك محمود معانا؟ اه مع حضرتك. احكي لي انتوا دور كل واحد فيكم ايه في البروجكت ده، في المشروع بتاعكم؟ هو كل واحد بيكون مكلف بموضوع معين تمام، سواء المونتاج سواء التصميم سواء عمل اللقاءات مع المسؤولين. فاحنا كلنا كتيم في النهايه طبعا كلنا تيم واحد بنشتغل على المشروع بحيث ان هو يطلع مميز ويطلع متكامل ويطلع باحسن شكل لغ كليه الاعلام جامعه الازهر. عظيم. طيب محمود انا دخلت على الموقع هلاقي ايه؟ يعني اشرح لي بقى تفاصيل الموقع هتكون عامله ازاي؟ حضرتك لو دخلت على الموقع هتلاقي ان احنا مقسمينه الاشكال الصحفيه عباره عن اخبار وتقارير وتحقيقات وحوارات صحفيه وانفجرات وفيديوهات تمام. كل قسم من الاقسام دي تمام بيتناول جزء معين، سواء الجزء ده بيواجه مشكله معينه او بيواجه اللي هو تطوير او زي ما بيقولوا كده بيواجه حاجه جديده او احنا بنعرف حاجه جديده داخل هذا القسم. طب احكي لي يا محمود بقى دور المشرفين والدكاتره معاكم في المشروع كان ايه؟ والله هو مش دور المشرفين بس، هي بدايه من رئيس جامعه الازهر وعميد كليه الاعلام، ان احنا بنسير على رؤيه معينه وخطه تسير على جامعه الازهر للتطوير من كلياتها والمجالات خصوصا وعموما لتطوير من مجالاتها. احنا كلنا بنسير على هذه الخطه حتى نسير على الطريق الصحيح. ايه المصادر اللي انتوا استخدمتوها في البحث بتاعكم يا محمود؟ المصادر احنا اشتغلنا على اكثر من موضوع، عملنا حوارات مع مسؤولين مع الدكتور ايمن حمزه المتحدث الرسمي باسم وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده، ومع الدكتور محمد الخياط رئيس هيئه الطاقه الجديده المتجدده، وكانت حوارات ما شاء الله مثمره ومثمره بالمعلومات، وكانت فيها حاجه كويسه كده اضفت لنا معلومات جديده واضافت للمشاهد الموقع معلومات برضه جديده بحيث ان هو يستفاد منها على المجال الشخصي وعلى المجال العام. جميل. محمود انا بحب التحقيقات الصحفيه قوي، يعني لما الاقي تحقيق مثلا في موقع او في صحيفه احب ان انا ادخل اقراه، لانه ببقى عارف ان في مجهود كبير جدا اتعمل في هذا التحقيق، بخلاف طبعا الاخبار واللقاءات بتكون اسهل شويه. اما التحقيقات فلازم يكون في مجهود، في بحث اتعمل، في بحث ميداني كمان اتعمل عشان نوصل لتحقيق محترم. ايه ابرز التحقيقات اللي موجوده عندكم في الموقع؟ التحقيق اللي احنا اشتغلنا عليه وكان ابرز التحقيق اللي هو التحقيق اللي احنا حاولنا نواجه ظاهره الوقود الاحفوري ونحاول نبرز الفكره ان هي الوقود الاحفوري ازاي ان هو بيأثر على البيئه وبيأثر على المناخ بشكل عام. حاولنا نبرز الفكره دي ونوضح حل ليها، هو ان احنا بالتالي ان احنا نتحول من الطاقه الغير متجدده للطاقه الغير متجدده. متجددة ولا غير متجددة؟ طب حاولنا نفتح. اتفضل يا محمود معاك.
حاولنا نشتغل على الفكره دي بحيث ان احنا ايه نظهر كل الجوانب سواء السلبيه او الايجابيه ونوضح حلول من خلال مشاركات المختصين والمسؤولين سواء بالاراء او بالاخطاء. هايل. طيب محمود، انتوا يعني الدوله عملت يمكن مشروعات كثيره ليها علاقه بمجال الطاقه النظيفه والمتجدده، هل تناولتم المشروعات دي عشان تعرفوا العائد اللي بيعود على المشروعات دي من سواء على الطاقه المتجدده او الحفاظ على البيئه؟ هل تم التناول ذلك القطاع عامه في مشروعكم؟ احنا اشتغلنا على اكثر من فكره سواء مجمع محطات بنزان للطاقه الشمسيه، تمام، اشتغلنا على محطه القريمات، اشتغلنا على محطه الزعفرانه، اشتغلنا على النماذج اللي هي الدوله اشتغلت عليها وحاولت ان هي تطور منها، بل واصبحت مصر بسبب هذه المشروعات اصبح لديها فائض واحتياطي من الكهرباء، وبدات تعمل عمليات ربط بينها وبين الدول المجاوره بالنسبه للقطاع الكهرباء، وتحولنا من دولة كانت قبل 2014 دولة بها عجز أو بها نقص في قطاع الكهرباء إلى دولة بعد 2014 في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة بها احتياطي وبها فائض من الكهرباء، وأصبحنا نصدره للدول المجاورة وعملنا عمليات ربط مع الدول المجاورة سواء الدول الشقيقة العربية أو الإفريقية أو الدول الأوروبية مثل قبرص واليونان. عظيم جدا. طيب هل أنتوا بس موجودين من خلال الموقع الإلكتروني ولا عندكم حملة؟ لا، إحنا عندنا، إحنا شغالين في موضوع الترويج، شغالين على أكثر من جزء، شغالين الأول على الجزء البيتش، عاملين بيتش على الفيسبوك، تمام؟ جميل. بننشر عليه الانفوجرام بتاعنا وبننشر عليه الشغل بتاعنا. الشغل بتاع الموقع. شغل الموقع. بالإضافة طبعًا للصفحة بتاع الانستجرام، وشغالين طبعًا بنروج للمشروع بتاعنا في أكثر من جريدة وأكثر من صحيفة و يعني. احنا على كل حال مهتمين جدا بمشاريع التخرج للطلبه في جميع انحاء الجمهوريه، ويمكن بنشارك حضراتكم دايما بالمشاريع المختلفه اللي بتحوض على اهتمام مش بس من الجامعه لكن كمان من الاعلام، وبيبقى ليهم كده دور كبير في ترويج للمشاريع بتاعتهم، وده يمكن الاختلاف اللي احنا بنشوفه من الجيل ده من الطلبه. كل التوفيق ليكم. الطالب محمود مقاوي احد فريق موقع انرجي، وبنبارك لكم على مشروع التخرج بتاعكم ان شاء الله درجات نهائيه. كل التوفيق ليهم طبعا.